دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الدرس ديالنا اللي بديناه سابقا، أولا العرض اللي قلنا غنتقدموا به إن شاء الله قدام مجموعة من المتدربين خصوصا ديال التكوين المهني، سواء كانوا في الشق الخصوصي أو العمومي، أو كل إنسان مقبل إن شاء الله على فرصة عمل، ولكن مقبل بالضبط على اجتياز مقابلة شخصية أو لونتخوسيان. دونك كما بدينا في الحلقه الاولى وهذا الرابط ديالها، وقلنا هضرنا على زوبجيكتيف ديال لونتروتيان سوا بور لو ريكروتور سوا بور لو كانديدا، يعني كل واحد الاهداف ديالهم لونتروتيان الى ما لا يسعى. دونك اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على كلكو فورم ديال لونتروتيان، وغادي نهضروا على كما قلنا بصفه عامه لا ريوسيت لونتروتيان اللي كتتم اون تخوا فاز، يعني في ثلاثه ديال المراحل. كاين لابارتي الاولى افون، يعني قبل ملي غنمشي ندفع درت لا ريشيرش درت ليتود دو مارشي اكسيتيغ، ما نشوف معكم من بعد. دونك غتجي لا فاز ديال لا بريباراسيون. دونك هاد لا بريباراسيون كتكون واحد المرحلة ما قبل، يعني ملي كنمشي كنوضع يعني شنو خصني ندير قبل نمشي لونتروتيان، غادي يعيطوا ليا، وكاين خلالها وكوغ وكاين ابخي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا قبل ما نمشي لونتروتيان شنو خصني ندير، لي بريباراتيف اللي خصني نقوم بهم، يعني الاعدادات اللي خصني نحضرها من قبل، و وشنو خصني ندير او كوغ دو لونتروتيان، كيفاش خصني نتصرف، و لا فاز الاخرى ديال ابخي لونتروتيان غادي نخليوها لحلقة خاصة ان شاء الله باش تعمل فائدة اللي نهضر فيها كثيرة ان شاء الله. دونك وغادي نشوفوا في الوقت ما هي المسائل التي ينبغي تفاديها باش ان شاء الله تكون لونتروتيان ينجح. دونك كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نبداو بكلكو فورم نهضروا عليهم بطبيعه الحال كاينين كثار، وغادي نهضروا على لا بريباراسيون بيان سور مع لا بيريود ديال الكوفيد. كما بان ظهرت طرق اخرى ديال سميتو ديال لونتروتيان كما كنقولوا، غادي نخليوها حلقه خاصه، ولكن رغم ان لونتروتيان ديغاكت يعني فاس فاس كتبقى عنده الاهميه ديالو، لان كيخليني كنطالع حتى على لو كونديدا من خلال ملامح الوجه ديالو، وكنقرا من خلال لو لونغاج نون فيربال ديالو من خلال لغه الجسد ديالو. دونك كما قلنا عندنا لونتروتيان فاس فاس واللي هو لو بلو كلاسيك، يعني وجها لوجه، كندير اونتروتيان قدام شخص واحد او قدام مجموعه ديال الاشخاص، يعني وجها لوجه. كاين لونتروتيان على شين، يعني واحد كيرميك لواحد، كيشدك مثلا شاف دو ريسورس ايمان، كيعطيك الشاف ديال السيرفيس اللي غتخدم معاه اكسيتيرا. كاين كوليكتيف بشكل جماعي، وكاين بلوزيغ ريكروتور فو غوسواف او ميم طون، يعني بزاف ديال لي ريكروتور يقدروا يشوفوك في نفس الوقت ويسمعوا ليك اكسيتيرا. كاين لا ميزون ان سيتياسيون دو ترافاي ريال او سيمولي، يعني هنا كيحطوك وضعية كما كنقولوا وكانك فعلا خدام، وكيشوفوا الروندمون ديالك كيفاش غادي يكون، كومون فوزالي فو كومبورتي. هنا كما قلت لكم بالنسبه لهذا لو ليان هو ديال الحلقه السابقه اللي كنا درنا حول لي كما قلنا لي زوبجيكتيف ديال لونتروتيان، سواء بالنسبه للروكروتور سواء بالنسبه لو كانديدا. دونك نشوفوا دابا كما شفنا الحلقه جوج ثلاثه، شفنا واحد جوج جوج من قبل. دونك نشوفوا دي لي تكنيك دونتروتيان. دونك عندنا كاين ديريكتيف نون ديريكتيف و سومي ديريكتيف، هما اللي غنهضروا عليهم اليوم. دونك ان انتروتيان ديريكتيف هو كنقولوا مباشر، ديريكتيف مباشره، دي كيسيون سون بوزي بار لو كروتور، يعني هو اللي كيوضع عليك اسئله كي مين لونتروتيان سولون ان بلون بري ايتابلي. دونك قبل ما غتجي انت عنده هنا كيوجد واحد لو بلون ديالو، وضع فيه مجموعه ديال الاسئله ولو سو فورم دوغري، هو كيخدم عليها وكيوجه لك هو الاسئله وانت كتجاوب. ولكن حنا سبقنا قلنا من قبل بان لونتروتيان راه سي تان ايشونج وماشي ان انتيروغاتوار، صافي ماشي تحقيق البوليس. كاين عندنا لونتروتيان سومي ديريكتيف، سومي كاين ديريكتيف كيوجه لك الاسئله مباشره، سومي ديريكتيف هو ايسي لو ريكروتور دابخي دي كيسيون اوفيرت، يعني كيخلي لك الصلاحيه اي بلو فاست واسع فو ليسخا لا بوسيبيليتي دو ديفلوبي فو ريبونس، ماشي بحال هنا كيسيون ريبونس، ولكن هنا كيعطيك واحد لا مارج ديال لو طون وكيخليك لا ليبرتي باش انك تهضر اليز وتوسع وتحلل في لي ريبونس ديالك. سو سغا ان ايشونج ان ديالوغ، هنا كيكون ان ايشونج ان ديالوغ، يعني اعطيني لارغيومون ديالك نعطيك لارغيومون ديالي وفوالا لو ديالوغ كونتينيو. هنا اشنو خصني ندير؟ هنا خصني جو دوا غوفوار لي ريغل ريسبكتي اون ديالوغ فاس ا فاس. قواعد كاينين حتى هما في لاشين ها اليوتيوب لو ليان ديالهم، شكون هما القواعد اللي خصني نحترمها ملي كنكون قدام واحد الشخص فاس ا فاس؟ غادي نعطيو البعض منهم لتحت في لافان ديال لونتروتيان ديال الدرس ديالنا ديال اليوم، ولكن هذا ما يمنعش بان الانسان يرجع يشوف هذا الدرس او هذا لا فيديو اللي درنا من قبل كتعلق كيسون لي ريغل ريسبكتي اون كومينيكاسيون فاس ا فاس، يعني اون ديالوغ. كاين لونتروتيان نون ديريكتيف، نون ديريكتيف فوالا هنا شنو كيقول لو ريكروتور فو ليس بريزونتي فوتر باركور، يعني كيخليك تتقدم ليه داك المسار المهني ديالك والدراسه اكسيتيرا ولي موتيفاسيون ديالك والمحفزات اللي جعلتك انك تدفع لهذا لو بوست ا بوفوار
يعني المنصب اللي انت باغي تشتغل فيه سون فوز انتيرومب، يعني ما كيقطعكش، يخليك تهضر على خاطرك. دونك هادو عطينا غير جزئيا ثلاثه ديال الانواع ديال لونتروتيان، ثلاثه ديال لي فورم كما قلنا. مينتونون نشوفوا اشنو خصني ندير انايا، كيسكو جو دوا فيغ افون دا دو مو بريزونتي لونتروتيان. يعني لا اون بريباراسيون كومون دي سامبوز، يعني واحد فتره ديال الاعداد والتحضير كتفرض عليا نفسها. علاش افون لونتروتيان؟ انا دفعت حطيت لا كونديداتور ديالي، غادي يعيطوا لي لونتروتيان، دونك شنو خصني ندير انا قبل ما يعيطوا لي لونتروتيان؟ يعني علاش خصني نبحث؟ سان فورمي، لا بروميير دو سان فورمي، يعني نقلب على المعلومات، اي معلومات سور لونتربريز اي سون سيكتور داكتيفيتي. ها الاولى على لونتربريز، كل ما يتعلق بلونتربريز، والقطاع فاش كتخدم هي، واش الفلاحه والصناعه واش الخدمات اكسيتيرا. فين غادي نلقى هذه المعلومات؟ باغ لو بيي دو روفو بروفيسيونيل، يعني عن طريق المجلات المهنيه، نقدر نلقاها في الانترنت، نلقاها في لي بلاكيت بوبليسيتير، يعني في اللوائح الاشهاريه، نقدر نلقاها في لي سانديكا بروفيسيونيل، النقابات المهنيه. خصني نعرف لا طاي د لونتربريز، واش هي اون غروند اونتربريز، واش موين اونتربريز، واش بتيت اونتربريز ولا بتيت اندستري كوم اون دي PME ولا PMU، واش هي ناسيونال او ملتي ناسيونال، يعني واش هي وطنيه ولا هي متعدده الجنسيه، واش اسكي لا ديفيليير، واش عندها غير مقر واحد او لا عندها فروع اخرى مثلا في المغرب. فوالا خصني نقلب نعرف مثلا سا ديرنيير بوبليسيتي، الاشهار الاخير ديالها، ليستوريك ديالها، ليستوار ديالها، لا دات دو كرياسيون مثلا، لو ديفلوبمون ديالها كيفاش تطورات في المجال ديالها، في لونفيرونمون ديالها، نعرف لورغانيغرام ديالها، ونعرف لي بارتنير بلوس اوتر. هذا غير كان جوست ان غيد خص الانسان على الاقل يكون طلع عليه، لان من بين الامور اللي كطرح في الاسئله كيقول لك علاش اختارت لونتربريز ديالنا، اشنو كتعرف على لونتربريز ديالنا. مسائل اخرى اللي خصني نعرفها مثلا لي زانفورماسيون اللي خصني نجمع قبل ما نمشي لونتروتيان سور لو بوست ا بوفوار، هذاك المنصب اللي انا دفعت ليه خصني نجمع عليه معلومات عامه اللي كتعلق بداك لو بوست. مثلا شكون هما لي بوست، شكون هما لي كومبيتونس اي لي تاش ريكيز، شكون هما المهارات وشكون هما المهام اللي مطلوبه في هذاك لو بوست ا بوفوار اللي انا دفعت ليه، خصني نعرفهم، يعني اشنو مطلوب مني انا في داك لو بوست. كاين معلومه اخرى خصني نعرفها سور لا بيرسون كي ريكروت، اي ريكروت هذاك الشخص اللي غادي يدير لونتروتيان، خصني على الاقل نعرف السميه ديالو، نعرف لاكاليتي ديالو، الصفه ديالو داخل لونتربريز، ونعرف المسؤوليات ديالو داخل لونتربريز باش ما نبقاش جاهل الامور. في نفس الوقت خصني نعرف سيغ لو تكون عندي معلومه مهمه على المكان والزمان ديال لو رونديفو ديال لونتروتيان. انا مثلا داروا معايا عيطوا لي نهار الجمعه، قال لك اودي راه فوالا اون فو فو فوار او بيان فو زافي ان رونديفو بوغ ان لونتروتيان لو لاندي ان شاء الله. دونك انا شنو اللي خصني ندير؟ ساكن مثلا بعيد على المقر ديال الشركه بواحد 5 كيلومتر 6 كيلومتر، دونك شنو خصني ندير؟ خصني نمشي نهار السبت ولا الاحد نعرف فين كاينه باش كندير لي ميزور ديالي، الحسابات ديالي بلوتو لي كالكول، شحال ديال ترونسبور، شحال ديال المسافه، واش ترونسبور واحد كافيني ولا ما كافينيش، واش طاكسي ولا جوج طاكسيات، واش بتي طاكسي ملي غنوصل، واش طوبيس اكسيتيرا. دونك هادو كلهم احتمالات انا كناخذهم بعين الاعتبار باش نوصل اجور ونوصل في الوقت. اريفي ا لونتروتيان دون دو بون كونديسيون، يعني باش انني نوصل لونتروتيان في دو بون كونديسيون، معليش نبقى كندابز مع الترونسبور ونوصل وانا منهك ونوصل معطل ونوصل كنجري غنوصل عيان. دونك هادو معطيات خص الانسان ياخذهم بعين الاعتبار قبل ما يمشي لونتروتيان. دونك غادي نجملوا دابا بعض الامور اللي خصني نديرها قبل ما نمشي لونتروتيان. اون جينيرال افون دو بارتيغ avant le départ pour l'entretien vérifiez si vous avez هذا الطابلو كنحطو قدامي نشتغل عليه وكنحاول التزم ليه ونعرف اشنو عندي. زائد مسائل اخرى زيدها الانسان من عنده، خص تكون عندي لادريس دو رونديفو. انا قلت لكم مثلا كنكون مشيت عرفت لادريس دو رونديفو، في حاله ما غنحتاج لبتي طاكسي خصني نكون عارف لادريس دو رونديفو ونقولها للمتاكسي باش يديني تو دغوا مسيره اجره صغيره. خص يكون عندي لو تيليفون دو لونتربريز باش اوكا او الى وقعت شي حاجه نتصل بهم ونعتذر ونقول لهم مثلا اخروا لي شويه لو رونديفو واحد ساعه ولا ساعه ونص، راه عندي مشكل مثلا في ترونسبور كاين امبوتياج اكسيتيرا. خص يكون عندي اون مونتر ساعه باش كنبقى عارف كنت موقع في الزمان، لان البورطابل حتى هو غنديه معايا يقدر يمشي ليا، يقدر يطفى، يقدر يدي شارجا، يقدر يتبلونطا بزاف د الحوايج. دونك خص تكون عندي اون مونتر دو ريزيرف، ولكن الا ما كنديرهاش ملي ندخل لو رونديفو نحيدها ونديرها في جيبي، لان غنبقى تالف بها. غادي نبين المسائل اللي قلت لكم غادي نشوفوا اش ما خصنيش ندير، كيس كيلفو ايفيتي لو جور دو لونتروتيان ملي كنكون داخل لونتروتيان امام لو ركروتور. كاين عندي ان بلون بور سي روندر، هو اللي قلت لكم كنضرب الحسابات ديالي، شحال خصني ديال الترونسبور، شحال خصني ديال الوقت باش نوصل، واش خصني ترونسبور واحد، واش دو ترونسبور ولا غير طوبيس يكفيني اكسيتيرا. دونك هو ان بلون، الا كنت غنمشي على رجليا نشوف اقرب مسافه اللي غتوصلني. خاص تكون عندي دو لاموني، اش كنقصدو بلاموني؟ خاص يكون عندي الصرف في جيبي، لان نقدر مثلا ما عنديش ترونسبور بيرسونيل ديالي، وغالبا اللي كيقلب على شغل ما كيكونش عنده، ما عدا الا كان ديجا خدام في
شي اورغانيزم اخر. دونك هنا خص يكون عندي، الا ما عنديش ترونسبور ديالي خص يكون عندي الصرف جيبي. نقدر نجي مثلا لمحطه الطاكسيات نعطيه 100 درهم حتى 50 درهم وسمح لي ما عنديش الصرف. دونك هذا سي دو غوتار، سو سرا دو غوتار بور مو. دونك خص يكون عندي الصرف جيبي. في نفس الوقت خص يكون عندي لارجون سوفيزون، لارجون يعني الفلوس زايدين لي بيي. علاش غنضرب حساب الطاكسي؟ حساب الاوروبا يقدر يشدوني تما، يقول لك غادي يشوفك فلان ويشوفك فلان ويشوفك فلان. يقدر داك فلان يكون عنده مثلا ان امبيشمون ما جاش في ديك اللحظه، يقول لك غادي يستنى حتى المره 12 غادي نبدا وغادي يجي مع الوحده، دونك معليش ترجع لداركم. دونك خص يكون عندي فلوس زايده باش انني نقدر تما نديباني راسي ناكل، ولا كانوا عندي دي بروبليم نقدر انني نتجاوزهم. كاين لو بورتابل كيما قلت لكم، ولكن فو فير اتونسيون الا دخلت لونتروتيان خصني لو ميتر اون سيلونس. كاين لو نون دو فوتر انترلوكيتور، راه قلتها لكم في الاول خصني نعرفها السميه ديالو. لوغ دو رونديفو خصني نعرف الوقت ديال رونديفو، فوقاش غادي ندير رونديفو، واش 8 ونص واش 9 اكسيتيرا. فيريفي لا توني فيستيمونتير، هنا حتى هذه غادي نهضروا عليها بشكل مبسط ولكن بشكل نظافي، لان بارفوا الانسان كيضطر يلبس حوايج كيما قالوا ليه الناس ما كيلقاش فيهم ذاته، وكيبقى مديرونجي اون فاس دو ريكروتور، وكيولي لغات الجسد ديالو كتبين بانه متوتر بانه غير مرتاح اكسيتيرا. دونك هنا غادي نشوفوا كيما كنقولوا بالدارجه المغرب، بس قدك يكون واتيك فقط يكون نقي وتكون نتايا حاس براسك مرتاح فيه. خصني ندي معايا لو سي في ديالي، ولما لا ندي معايا 4 النسخ 5 النسخ الا كانوا غادي يشوفوني مجموعه من الناس، واخا هما كيقوموا باللازم وكينسخوا السي في عندهم، ولكن انا تكون عندي لا باباس ديالي. ها هي غنقولها ما دوكيومونطاسيون. لا دوكيومونطاسيون يعني لي ديبلوم اللي عندي، لي فورماسيون اللي درت، لي ستاج اللي درت اكسيتيرا، كلهم هادو خصهم يكونوا عندي بكارت ناسيونال ديالي اكسيتيرا. دونك هذا كان فقط غير جزء بسيط، مسائل كاين اخرى غنهضروا عليها ان شاء الله بوندون لونتروتيان. دابا انا دخلت لونتروتيان، ساي جو مي سوي بريزونتي، فوالا ايل مون بيان اكويي، فا اكويي، فوالا دخلوني عند لو ريكروتور، الشخص لانترلوكيتور ديالي المخاطب ديالي غادي يتحاور معايا، دخلت عنده. دونك كومون جو دو مو كومبورتي. دونك هنا كاين قواعد اساسيه خص الانسان يعرفهم. كيما قلت لكم لونتروتيان اوبي ادي ريغل فوندامونتال، ان هذه المقابله الشخصيه تستجيب لقواعد اساسيه خص الانسان يعرفها، الا ما عرفهاش يقدروا يوقعوا عليه بعض المشاكل وبالتالي يقدر راتي الفرصه. دونك نو با لي كونيتر فوز اكسبوز ا دو غراف دي كونفوني، يعني الا ما كنتش على علم بهاد القواعد اللي قلنا اللي هي اساسيه في لونتروتيان راه نقدر نضيع هاد الفرصه. كاين مثلا اللي كتجلى من خلال لا بريز دو كونتاكت، كما غنقول لكم من قبل انا ملي كنجي خصني نقدم التحيه، يعني تو تاكت كومينيكاسيون كومونس توجور بار لا سالوتاسيون. الى انا مثلا نقدم الصحي نطرق في الباب واش مسموح، فوالا انتري بونجور مسيو السلام عليكم، ما نمدلوش يدي الى ما مدليش يدو، غادي نشوفوا هادشي من بعد. بريزونطاسيون كيفاش كنقدم نفسي، انتروداكسيون تقديم، لا ميتريز دو لونغاج دو كور، يعني خص الانسان يتعلم كيفاش يضبط لغات الجسد ديالو. علاش؟ لان لي بروميير انستون سون امبورطون، هاد لي بروميير انستون سون امبورطون، يعني داك لحظه المواجهه اولى من خلال لي بروميير روغار، من خلال لي بروميير بارول، من خلال يعني الاقوال الاولى الحديث الاول، من خلال لي بروميير جيست، لي زانترلوكيتور سي غوسونت، كل واحد كيحس شويه بالاخر، واش الشخصيه قويه، واش واثق من نفسه، واش بزاف د الحوايج، يعني كنعطي انطباع اولي على نفسي. من بين القواعد اللي خصني نعرفها هي خص تكون عندي لا كورتوازي، اللباقه، خصني نكون لبيق في الحديث، صافي؟ فوالا. قاعده اخرى، اتوندي كو لون فو انفيت اساسواغ، الى جيت مثلا لقيت وانا غنوقف ما قاليش جلس، نقول له سيل فو بلي او بويج ماسواغ، فين ممكن نجلس؟ هو راه غادي يقول لي اجلس، ولكن كما قلت لك بين الشروط الاولى ايضا كما قلت لكم، يعني سي نو مو طون با لا مان بوغ مي سالي، الا ما مدليش يدو باش يسلم عليا ما نمدش يدي، ولا مدلي يدو غادي نسلم عليه، ولكن ما نفورسيلوش يدو مزيان، نو فو با لو يسيغي لا مان فورتومون، يعني ما غاديش نعصر ليدو حتى ترتقو صباعه. سي لون فو انديك با دو سياج، الا ما وراكش هو شي كرسي فين جالس او لا ما دايرينش فوالا اي كي ليون لا بلوزيور، كاين بزاف ديال الكراسه كيما قلت لك، اسيفو دون سولوي كي لو بلوز اون فاس دو فوتر انترلوكوتور، ولكن من الاحسن نقول له سيل فو بلي او بويج ماسوا، سي من فضلك فين ممكن نجلس، الا ما قالهاليش نقدر نختار الكرسي اللي قريب عنده ويكون اون فاس معاه ونجلس فيه. سي لون نو فو بروبوز با دو فو اسواغ، الا ما اقترحش عليك باش تزلش، اشنو خصني ندير؟ بين القواعد، سو كي بو اتر فولو، تقدر تكون بعض المرات مقصوده، سي بور فو ديستابيليزي، يعني باش يلعب لك على النفسيه ديالك وبغى يشوف رد الفعل ديالك، واخا انت تحاول تكتم مثلا الغضب ديالك ولا القلق ديالك، كون على يقين بلي لو كور ديالك انو مون با، يل بو فو تخايغ، الجسد ديالك ما كيكذبش، يقدر يخونك في ديك اللحظه وكيبان في لي زيكسبريسيون دو فيزاج ديالك، تعابير الوجه، دونك نو غيستي با دوبو. مي يعني ما تبقاش واقف لونتروتيان، مي بوزي اون كيستيون دو جور جو ماسوا ايسي اي اسيفو، قول واش نجلس هنايا
et asseyez-vous. Ça fait بمعنى اني نتصرف بطبقه بادب باحترام. لا بواني دو ما اي فيرمي كيما قلت لكم يدي تبقى مسدوده ما نمدليش يدي الا ما مدليش. اتوندي كون فوتون لا مان يعني انتظر حتى يمد لك اليد باش يسلم عليك. اسيو كون فوزي انفيت جلس ملي يقول لك جلس يعني دعوه تجي لك دعوه باش جلس جلس. ليسي فوتر انترلوكوتور بارلي اون برومي ما تهضرش انت الاول. سلام سلام كان جلس قال لي جلس هنا دونك غنخليه هو يبدا الحديث. لو سوغيغ حنا عندنا احسن هديه ممكن تقدمها لواحد الانسان كما نقول حنا عندنا في سميتو في الثقافه ديالنا صدقه. ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. دونك هنا لو سوغيغ الفو اتر سوغيون لان حتى فاش كنكون سوغيون بزاف ديال الاعصاب في الوجه ديالي كتخليني نكون مرتاح. لو روغار لو روغار الفو ملي كنكون فاس فاس دونك فاس اون سول بيرسون شنو كندير؟ كاردي لو كونتاكت فيزيال على الاقل كنشوف ليه في الجبهه ديالو وكنشوف ليه في جنب العين اليسرى وجنب العين اليمنيه يعني كنبقى كنحرك البؤبؤ ديال العين ديالي. انه فو با لو فيكسي تو دغوا ما خصنيش نفيكسيه. هذا الا كنت قدام شخص. اما الا كنت فاس ان جوري يعني بزاف ديال الاعضاء اشنو خصني ندير؟ فو ريبارتيسي لو روغار سور تو لي مومبر نوزع عليهم النظرات ديالي كاملين. لا بوستور دو كور اش كنقصدوا بها؟ هي الهيئه ديال الجسد اما وانا واقف ولا انا جالس. غالبا كنكون جالس خاص الفخذ ديالي مع الظهر ديالي يديروا زاويه قائمه والفخذ ديالي مع الساق ديالي يديروا زاويه قائمه باش كنجلس مرتاح. صافي ما نديرش لي براكروازي ما نديرش يديا في جوبي هادشي غنشوفوه في لغه الجسد. ما نتنيش ظهري ورقبتي محدوره لتحت اكسيتيرا كنعطي بزاف ديال لي ميساج على الشخصيه ديالي. دونك il faut se tenir droit. ليكوت ليكوت كما كنقولوا لو ميور كادو كون بيس دوني ا كيلكان كي نو زادريس دي بارول سي دو ليكوتي. احسن هديه ممكن نقدموها لواحد الانسان كيتحدث الينا هي الانصات. دونك هنا ليكوت ايكوتي فوتر انترلوكوتور افيك اتونسيون سو كي فو دي فوتر داكشي اللي كيقول لك سمعوا مزيان ونصت ليه مزيان باش نعرف كيفاش نجاوبو. لا بارول كيفاش لا بارول ديالي خصها تكون؟ خص تكون لا بون ارتيكولاسيون دي مو يعني نلفظ الكلمات مزيان وتكون لا برونونسياسيون مزيانه النطق ديال الكلمات ومخارج الحروف تنطق مزيان باش يسمعها. وفي نفس الوقت غيبوندي او كيسيون دو فاسون بريسيز ملي كيعطيني واحد السؤال ما نحاولش نتبحر دونك نعطي الاجابه على قد السؤال يعني تكون دو فاسون بريسيز بطريقه محدده. لو شوا اش كنقصدوا بلو شوا؟ الفو ابخوندغ ا شوازيغ سي مو نتعلم انني نختار الكلمات ديالي بدقه وبعنايه بور سو فير كومبروند باش انني نتفهم مزيان. دونك تستعمل كلمه اللي ما تعطيش بزاف ديال التاويلات بور نو با اوفغيغ لو سونس ولا كنقولوا لواحد لا موفيز كومبريونسيون تكون اون موفيز انتربريتاسيون. دونك اختار الكلمات ديالي. ارغيومونتي بالقواعد ايضا الفو الى عطاني كيستيون الفو سافا كومو ارغيومونتي مي بروبو يعني كيفاش انني نبرر الاقوال ديالي نعطي الحجج والادله جوستيفي شاك ريبونس يعني برر كل جواب عطيت ايلوستري بار دي زيكزومبل فيفون نعطي امثله من حيه على المسائل اللي كنقول او الافكار ديالي. لا سامبليسيتي يعني باش انني نتفهم مزيان خصني دائما نقلب على البساطه في الردود ريبوندي دو فاسون كلير نجاوب بطريقه واضحه تكون محدده وصوية سينسير يعني خصني نبان بانني جدي في داكشي اللي كنقول ومؤمن به ومقتنع به. فوالا سيليا اون انتيروبسيون سيليا انتيروبسيون الا تمت كانت شي مقاطعه ديال التليفون مثلا هذاك السيد اللي كيهضر معاك جا شي تليفون نسى مثلا حتى هو ما وضعش التليفون ديالو اون سيلونس ولكن غالبا هو ما غير كاين تليفون فيكس مثلا دخلت مكالمه او لا جات عنده السكرتيرة طلبات الاذن فيو ميكسكوزي سيل فو بلاي راه شي واحد بغى يشوفك بغى يهضر معاك اكسيتيرا. دونك هنا اشنو كندير باش نبين بانني عندي دي طالون في لا كومينيكاسيون و جو مو كومبورت افيك بوليتيس افيك جونتيس اي جو كومبرون كومون لي شوز سا مارش او نيفو بروفيسيونيل يعني كنفهم الامور كيفاش كتمشي على المستوى المهني. شنقول ليه؟ دوموندي سي فو دوفي سورتيغ اي سوفوني فو توجور دو لا ديرنيغ كيستيون او ريبونس بوزي. هنا كنقول ليها ودي ممكن انني نخرج خليك تهضر على خاطرك ونعاود نرجع ملي تكمل المكالمه ولكن نحضي في الدماغ ديالي اخر سؤال عطاه ليا ولا اخر اجابه عطيتها. دونك شوفوا مينتونون كيما قلت لكم دي زيغور ا نو با كوميتر او كور دو لونتروتيان. خلال لونتروتيان كاين بعض الاخطاء اللي خصني نتفاداها ونتجاوزها. دير دو مال دو فوتر اونسيان امبلويور كيسولك على المشغل السابق ما عمرك تهضر عليه بسوء شد فمك صافي. ديفيلغو دي زانفورماسيون كونفيدونسييل كونسيرنون فو زومبلوا بريسيدون اون ستاج. الا كنت ديجا درت دي ستاج يعني انا عاد كنقلب على الخدمه اول مره درت بزاف ديال لي ستاج او لا كنت خدام و جو في شونجي مون لي دو ترافال نشجع لورغانيزم نغير شونجي لورغانيزم اللي كنت خدام فيه يقدر يطرح لي سؤال انا ما نعطيش معلومات اللي هي
ذات طابع سري كتعلق بالمشغل السابق صافي، دونك لا تعني لي مسائل اللي غير ما تهضر فيهم غادي يقول غادي يهضر فيا حتى انا مستقبلا. بارلي اون نيجاتيف دو زيكسبيريونس ايتود، ما عمرني نقول بان داك الشيء اللي خديت كان سلبي، دائما انا بالنسبه لي يعتبر دي زيكسبيريونس يعتبر دروس استفدت منها دي لوسون او لا ليزيتود. دائما اني اوني دي زيتر اومان بيان سور، نقدروا ننجحوا نقدروا نفشلوا، ولكن سا ريست توجور دي زيكسبيريونس. سيتوندر سور دي بروبليم فاميليو، اقبح حاجه ما كيحبلوهاش المشغلين انك تبقى تعرض عليه مشاكلك العائليه، ولا محتاج لهاد الخدمه وكذا وكذا، وعندي وضع مأزوم اكسيتيرا، راه ما كيحملوش هاد المسائل هذه. الوغ سيل فو بلاي فيت اتونسيون ان با تومبي دون سو جون دو بياج. دونك هنا كتبقى خاتمه، ولكن هي توجيهيه، لان اللي جاي هو غادي يكون اكثر عمقا ان شاء الله. Attention, il faut prendre en considération que l'entretien se poursuit jusqu'à la poignée de main finale. ماشي مثلا يقول لي صايي اون فيني ميرسي اون نجمع مطاويه ونعطيه بالكفا ونزيد، ولكن هنايا il faut faire attention حتى لا dernière poignée كما قال لك ملي كتسلم عليه اخر المطاف. Il est aussi importante que la phase d'accueil. يعني هذه المرحله الاخيره راه اكثر حتى هي لها اهميتها بحال المرحله ديال الاستقبال كما استقبلك في الاول. Si le recruteur ne fait pas la synthèse, il a un travail de l'entretien, mzian, mamzian, etc., n'hésitez pas à faire la. حاول انت ديرها. يبدو ان لونتروتيان اكسيتيرا داز في ظروف حسنه وكذا، كنتمنى انك تكون كتفق معايا بحال هكا مثلا. اون غوفورمولون، يعني كنعاود نذكر داكشي اللي تعطاك اسئله واجابات. سو كو فو زافي كومبري دو بوست، يعني كنعاود نذكرو في نفس الوقت داكشي من خلال الاسئله اللي عطاني والاجابات اللي عطيت بداك لو بوست. واش نطلب فيه؟ اون بريسيزون فو زاتو اي فو موتيفاسيون، يعني لي كومبيتونس اللي عندي او الدافع او الحافز اللي خلاني نبوستولي لهذا لو بوست، ندفع لهذا المنصب. اون فان دو دونتروتيان، يعني في اخر ديالو، اون فو دوموند سي فو زافي دي كيسيون ا بوزي، بيان سور كيقول لك واش عندك شي سؤال. هنا il faut toujours كما قلنا في لا فاز ديال لا بريباراسيون خصها على الاقل يكون عندي سؤال واحد، بحالاش مثلا فو ريسبونسابيليتي، مثلا نقول له بغيت نعرف شكون هي المسؤوليات اللي غتكون عندي ديالي على مستوى الشركه مثلا، ولا مستوى الاورغانيزم اللي غنخدم فيه، المسؤوليات على المستوى الانساني على المستوى التنظيمي اكسيتيرا. نقدر نقول لك فوتر بروفيل دو كارير، مثلا واش كاين لو ديفلوبمون في هذه الخدمه، واش تقدر نترقى، واش نقدر نستافد دي فورماسيون باش انني نطلع لبوست اخر اكثر من هذا اكسيتيرا. فوتر سالير صافي، كيل سوغا لو سالير، ماشي مشكل، غير هو هنا الفو فيغ اتونسيون. Remarque, prenez en compte que son agenda est plein. Donc, il est sous boutin à la question. Hadou, si nous avons le tibar, bien n'a d'axi dra en deux nos chorin, radi, stribel hum, à la sable agenda dialo, qu'un robot met la tarbe avec la l'aïtolia. Donc, men couche insan, k'tel klem, k'tel m'en l'okias. Nous sommes le plus important, ou radi m'chif en tibar, nani, n'kom, ijra at chora kim m'gdlikum, à chnoch n'indir après l'entretien. الى هنا اعزائي المتابعين والمشاهدين والمتدربين ديال التكوين المهني ومؤسسات التكوين المهني سواء في شقي الخصوصي او العمومي، نكون وصلت النهايه ديال هذا الفيديو ان شاء الله. ما تنساوش تعاودوا ترجعوا لها مره وجوج باش تعمقوا المدارك ديالكم في هذا الميدان. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والمقربين وكل الاصدقاء اللي كتعرفوهم مؤسسات التكوين المهني بشقي بجوج. ما تنساوش خليونا التعليق ديالكم لان هي اللي كتكون لنا بمثابه مؤشر باش اننا نزيدوا في العطاء ديالنا سواء كانت سلبيه او كانت ايجابيه. وما تنساوش تخليو لنا لي لايك ديالكم بطبيعه الحال باش توسع لا فيديو على اوسع نطاق. شكرا لكم على متابعتنا في قناه النجاح الدراسي والمهني، شكرا لكم على حسن الانصات الجيد، والى درس لاحق.